اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. الله.